على وقع أصوات القصف الإسرائيلي وصل سكين عين إبل إلى كنيسة السيدة للاحتفال بقداس عيد الميلاد. خايفين شي ولا مبسوط بالميلاد؟ مبسوطين بالميلاد، يعني حلو. شو وإذا ضربوا عم نصلي مع الله. صلنا فترة تركين، كنا ببيروت وجينا من يومين تنعيد مع الأهل والأحباب بالضيعة، وخلاص نحن هون الله الحيمي مثل ما بيقولوا. جينا وعم نقدس بكنيسنا وما حنترك كنيسنا، ونحن من أول يوم كنا هون وحنضل على طول هون. القديس حمل عنوان واحد، رسالة سلام وصمود. هيدي الأصوات عم بتروح إلى مكان آخر ما بيعنينا. نحن اللي بيعنينا هي صلاتنا يلي عم ترتفع للرب لحتى تكون صلاة من أجل السلام، من أجل بقائنا بهالأرض، من أجل حبنا لعينبل ولرميش ولدبل وللأوزح. هالضيع يلي وجدت بهالمنطقة ويلي سائبت بهالبقعة يلي ولا مرة قطعت بفترة سلام، اليوم هالضيع عم بيصلوا لملك السلام. وبرميش آخر بلدي على الحدود الجنوبية احتشد حوالي 1000 شخص داخل كنيسة التجلي بحضور ومشاركة السفير البابوي بلبنان برسالة لدعم الأهالي الصامدين عند الحدود، الخطوة يلي لاقت ترحيب كتير كبير. Malgré l'incertitude sur la situation au sud et la guerre chez nous, vous êtes venu lever la crainte et mettre l'espérance. Vous êtes un instrument de la paix de notre Sauveur. السفير سلم البركة البابوية من البابا فرانسيس إلى أهالي المنطقة، وكان لافت أيضا حضور النائب ملحم خلف. السفير البابوي أكد بحديث للإم تي في أنه أتى حاملا رسالة السلام للجميع. Je suis venu aujourd'hui. J'ai accepté l'invitation du curé de participer aujourd'hui à la messe de Noël, et avec plaisir pour porter la proximité du Saint-Père et pour être une présence parmi les villageois d'Hermes, mais aussi un abbracer tous les gens de la zone des frontières qui vit cette année le Noël dans une situation difficile et porter le message de paix. أهالي المنطقة طالبوا بالالتفات إلى معاناتهم بكل طوائفهم جراء الحرب على الحدود. أكيد رسالة صمود لكل العالم تيعرف أنه نحن شعب منحب السلام وما بدنا الحرب، فمنشان هيك نحن مندعي كل السياسيين والبطرك ورئيس الحكومة حزوا السفير البابوي وزوروا هالكرة المسيحية والكرة الشيعية وكرة كل الجنوب وشوفوا شو عم يصير بالجنوب. وبعد الظهر اختتمت الأجواء الميلادية بريسيتال ميلادي بحضور عدد من أبناء المنطقة.